فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي أم تقوم بشرب الدخان، وإذا منعتها من التدخين فإنها تغضب علي وتفعل مشاكل كبيرة وتريد الخروج لأجل شراء ذلك، وهي مريضة نفسية. يقول: ماذا أصنع معها؟ وهل يجوز لي أن أشتري لها هذا الأمر؟ هذا معصية ولا طاعة لمخلوق، بمعصية الخالق. ولكن انصحها وبين لها مضار الدخان، وقل: هذا معصية ولا يجوز، وضار بك وبصحتك وخبيث، لعلها أن تقتنع وتترك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.